على امتداد قمم جبال السروات في محافظة النماص جنوب السعودية، عرفت قرية آل عليان الواقعة على أطراف المحافظة بتاريخها الذي يعود إلى أكثر من 4 قرون. في هذا المنزل المكون من 3 طوابق و9 غرف كان يضم أكثر من 6 عوائل، وحول الآن إلى متحف يحوي العديد من مشغولات ولوازم سكان القرية. من 15 سنة وأنا أجمع في القطاع الأثرية، ثم رممت المبنى ووضعتها داخل هذا المبنى. المتحف عبارة عن 3 أدوار، كل دور به 5 غرف. الدور الأرضي وضعت الأدوات الزراعة، ومنها الحراثة والسقاية والحفر وتكسير الحجار لأنها في منطقة جبلية. ومع اهتمام الهيئة العامة للسياحة والأثار لتاريخ قرى ومناطق السعودية، إلا أن المهتمين بما خلفه أجدادهم يواجهون صعوبات عدة في كيفية المحافظة على الآثار وطرق حمايتها من التلف. الحفاظ على القطع الأثرية بالطرق العلمية تنقصنا، لأن الحقيقة ننتظر من الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تدعمنا بفكرة كيفية المحافظة على هذه القطع، لأنها أصيبت في السابق بالتلف في بعض أجزائها. وتبقى هذه الآثار الذكرى الجميلة لتاريخ القرية، فالأجيال تتوارث تعليم أولادهم في سبيل استمرار إرث القرية والحفاظ عليه. هاني صفيان، العربية، محافظة النماص.